ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم أصحاب المعاشات منذ توليه حكم مصر؟ بانكير نبض البنوك. بداية من 2014 وحتى الآن الرئيس السيسي دايماً بيدعم وبيساند أصحاب المعاشات على كل المستويات وفي جميع النواحي الإنسانية، علاوات دورية والعمل على زيادتها، رفع مرتبات وغيرها من القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات. اوعى تفتكر ان قرارات النهاردة واللي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور زي ما قلنا ل4000 جنيه بدل من 3500 جنيه، وأيضا قرار مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، هو أول قرار اتخذه الرئيس السيسي في الإطار ده. ده سبقه أكتر من قرار في صالح أصحاب المعاشات تحديدا واللي هنتكلم عنها دلوقتي. خلينا نقول إن في 2015 بلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه، وبعدين بقت 132 مليار و800 مليون جنيه في 2016. في 2017 تجاوزت 153.5 مليار جنيه ووصلت ل 175 مليار و600 مليون في 2018. وخلال العام المالي 2019-2020 قفزت إلى حوالي 204 مليار جنيه. من أبرز القرارات اللي اتخذها الرئيس السيسي لدعم أصحاب المعاشات كان في 2019. تفاصيل القرار ده كانت كالتالي، وهو إن الحكومة كانت قدمت استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في 2019 بأحقية أصحاب المعاشات في صرف 5 علاوات، وده كان مفاده ان اصحاب المعاشات ما كانش من حقهم يصرفوا العلاوات دي لو كانت الحكومة اقرت بعدم الصرف. لكن وقتها الرئيس السيسي تدخل ووجه الحكومة بسحب الاستشكال علشان اصحاب المعاشات ياخدوا بعد كده العلاوات الخمسة. القرار ده عكس ان الرئيس السيسي عنده مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وان محدود الدخل في اولوياته. وبعد كده اقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة لزيادة معاش الاجر المتغير من اجل ضم العلاوات دي، والخزانة العامة للدولة وقتها تحملت تكلفة بلغت 35 مليار جنيه. لو أخذنا الإحصائية بالترتيب، فبداية من أول يناير 2014 زادت نسب المعاشات بحوالي 10% بتكلفة 8.5 مليار جنيه بحد أدنى 50 جنيه، وبعدين في أول يوليو من نفس العام الرئيس وجه بإقرار علاوة بنسبة 10% كانت تكلفتها 8 مليار بدون حد أدنى أو أقصى، على إن المعاش ما يقلش عن 450 جنيه. وفي أول يوليو 2015 تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 10.7 مليار جنيه. في أول يوليو 2016 تم إقرار زيادة بنسبة 10% بتكلفة 13.7 مليار جنيه، وبحد أدنى 125 جنيه وحد أقصى 323 جنيه، وحد أدنى للمعاشات كان 500 جنيه. في أول يوليو 2017 وصلت الزيادة ل 15% بتكلفة 21.4 مليار جنيه وحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 550 جنيه. كمان في أول يوليو 2018 كانت الزيادة بنسبة 15% بتكلفة 24.2 مليار جنيه، كانت بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 625 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات ل 750 جنيه. في أول يوليو 2019 تم إقرار زيادة 15% كانت تكلفتها 28.1 مليار جنيه وحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 832 جنيه، وكانت زيادة الحد الأدنى للمعاشات ل 900 جنيه. لازم ما ننساش ان الرئيس وجه باقرار الزياده السنويه لاصحاب المعاشات بنسبه 14% اعتبارا من يوليو 2020، وده علشان يتم اضافه قيمه الزياده الخاصه بضم العلاوات الخمسه على المعاش اولا، وبعدين تتحسب قيمه العلاوه الدوريه بنسبه 14% بدون حد ادنى وبحد اقصى 980 جنيه، وباجمالي تكلفه 25 مليار جنيه. ولازم برضو ما ننساش ان عدد اصحاب المعاشات والمستحقين خلال عام 2020 كان حوالي 10 مليون مستفيد، والنهاردة وفقا لقرار الرئاسي وصل عدد المستفيدين ل 11 مليون مستفيد. كانت معاكم هبة محمد. بانكير
نبض البنوك.